اكزاميشن واللي ريليتد قوي قوي لحالات الكارديولوجي كلمه اسمها نيك بينز. النيك بينز عايزين نعرف هي عباره عن ايه وبندرسها ليه ونتكلم عليها كده التفاصيل. الكلام ده في الكتاب في الصفحه رقم 19. انا همشي الكتاب براحتي، اخد حته من هنا حته من هنا، انت في الاخر هتسلم الكتاب على بعض، اوكي؟ يعني نقول حاجه قبل حاجه، فدي ما تشغلش نفسك فيها، كده كده ان شاء الله هنعمل كل حاجه. بدايه لو بصيت على المنظر ده دوت الرايت سايد اوف هارت. دكاتره نركز، انا اقعد يعني اقعد اتفضل اقعد دكاتره وسعوا له كده يلا عدوه. لو ده دكاتره ده الرايت سايد اوف هارت، الدم بيرجع عن طريق السوبيريور انفيريور من الجبل الرايت اتريوم وعن طريق ترايكارز الرايت فنتركل ثم بالمون للبلانج. بنلاقي ان هنا في حاجه اسمها جاجولار فين. هذا الجاجولار فين بيتصل بالرايت اتريوم عن طريق السوبيريور فينا كافا without any valves in between. فبالتالي البريشر تشينجز انسايد رايت اتريوم كان ترانسميتد ثرو سوبيريور فينا كافا تو ابير اون انترنال جاجولار فين. اي ان هذا الجاجولار فين ريفلكتس رايت اتريوم. اي تغير بيحصل في رايت اتريوم ممكن يتعكس عشان يبان في الايه؟ في الجاجولار فين. طيب يعني يعتبر الجاجولار فين مقياس مانومتري للرايت اتريوم. يعتبر الجاجولار فين هو انعكاس للتغيرات. يقول لك جاجولار فين ريفلكس رايت اتريوم. يعني لما اسال حضراتكم ما الهدف من دراستنا العنوان كبير وحاجه مهمه وهيلمانه كده اسمها جاجولار فين، الاجابه لان الجاجولار فين يمثل الرايت اتريوم وبيعكس التغيرات اللي بتحصل جوه الرايت اتريوم اثناء الكاردياك سايكل زي ما هنعرف. ما حدش يا ولاد مننا ابدا ممكن يشوف الرايت اتريوم بتاعه او بتاع زميله او بتاع العيان. الرايت اتريوم ده محتاج موجات صوتيه عشان تشوفه، محتاج ايكو. لكن ممكن تشوف الجاجولار فين، بتشوف الايفكت بتاع الجاجولار فين. يعني انا كاني ببساطه حاجه بشوفها اقدر احكم بيها على حاجه مش ممكن ابدا ان انا اشوفها. دي الفكره. يبقى انا بقدر عن طريق الجاجولار فين ان انا احكم على هذا الرايت اتريوم. طيب الجاجولار فين دول هم تو فينز، external jugular vein و internal jugular vein. لو حبيت اسال حضراتكم واقول لكم افتكروا احنا هنشوف الاكسترنال ولا هنشوف الانترنال؟ والله لو انا مكانكم اقول طبعا يا دكتور الاكسترنال، حتى الاكسترنال واضح ان هو ايه؟ حاجه لبره والانترنال حاجه. فانا لما اجي اشوف بشوف الحاجه، مش انا عايز اشوف حاجه بره اكسترنال. هو المنطق بيقول كده يا ولاد، بس الحقيقه مش كده. احنا ما بنحبش الاكسترنال بس بنعشق حاجه اسمها انترنال، لان الاكسترنال كونتين بالبس يحتوي على صمامات. الصمامات دي ممكن تخلي الدم يبقى متحوش فوق وما ينزلش وهو تحت فاضي والرايت اتريوم ما فيهوش اي حاجه. بينما الانترنال جاجولار فين بالبس، يعني لو الدم وصل لغايه هنا معناه ان كل ده مليان ايه؟ مليان دم. بصوا لو الدم في الرايت اتريوم هنا هيبقى في الانترنال جاجولار هنا، لو طلع هنا هيطلع هنا، لو وصل لهنا هيوصل لهنا. بالظبط كده زي خاصيه الاواني المستطرفه. يعني ايه الكلام ده؟ لو خدتوا فيزياء زمان، لو ده كده كونتينر وفي سائل ملون وانا حطيت فيه شكل مثلث وشكل مربع وشكل دايره وشكل سيركلر كده، الفلويد هيوصل فيهم كلهم لنفس الايه؟ نفس الليفل. طيب انا عندي ادي شكل سلندريكال اهو وعندي شكل كوره اهو او دايره اهو. ها ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ها ايه اللي حصل؟ ان لو البريشر لا لو البريشر عالي هنا هيعلى هنا. طيب لما يكون الصمام، لما يكون يا اولاد البين ده يحتوي على صمامات، الصمامات هتعمل ايه؟ ممكن تعلق لي الدم لفوق، فلا يعتبر مقياس حقيقي. يعني لما اقول لك احنا نحب الانترنال ولا الاكسترنال؟
نحب الانترنال ولا الاكسترنال؟ لان الاكسترنال كونتين فالفز، بينما الانترنال فالفز احنا بنحب اللي هو الفالفز اللي هو مين يا اولاد؟ اللي هو هذا الانترنال جاكولر. الحاجه الثانيه الاكسترنال جاكولر بيجي من بره كده وبيعمل بيرسنج للديب فاشيا اوف نيك اند بلاتيزما مصر، بيخترق الديب فاشيا اوف نيك اند بلاتيزما مصر. يعني ايه؟ لو بصيت لي كده هنا على الصبوره ده الاكسترنال اهو وده الانترنال اهو، الاثنين بيبقوا كومان جاجولر بعد كده. هنا يا اولاد الاكسترنال اللي جاي من بره ده بيعمل بيرسنج للديب فاشيا اوف نيك اند بلاتيزما مصر. البلاتيزما اللي هي شد الرقبه، شد الرقبه دي بلاتيزما مصر، وهنا في ديب فاشيا. بص عليا الاكسترنال جاي كده 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 وبيخترق هنا عشان يدخل لجوه. طب ما هو بيخترق وبيعمل بيرسنج كده وهو بيخترق كده، ممكن مع اي حركه للرقبه مع اي شده للرقبه اقفل الفتحه بتاعته فيبان الاكسترنال هو ايه؟ وهو كونجست. بس هو كونجست عشان في حاجه جوه الرايت اتريوم؟ لا، ده هو كونجست عشان عمل بيرسنج بس. بينما الانترنال جاجولر دازنت بيرس اني ثينج، فبالتالي كله بقى محتقن يبقى متصل بمين؟ متصل بالرايت اتريوم. يبقى لما اسالكم سؤالين لغايه دلوقتي يا اولاد، احنا ليه بندرس حاجه اسمها لماذا ندرس النيك فين؟ لانها تمثل الرايت اتريوم. السؤال الثاني، تحبوا الانترنال ولا الاكسترنال؟ ليه ما تحبوش الاكسترنال؟ عشان كونتين فالفز هتحوش الدم لفوق، ولانه بيعمل بيرسنج للدي فاشيا اوف نيك اند بلاتيزما مصر. بنحب الانترنال عشان العكس، عشان العكس، ها ان هو فالفز ودازنت بيرس اني دي فاشيا اور بلاتيزما مصر. بس في مشكله يا دكتور، الانترنال ده متغطي بالعضله الكبيره اللي اسمها ستيرن ماستويد. ايوه، ما انا ببساطه كده بصراحه، يعني انا مش بشوف الانترنال جاكولر، انا بشوف الايفكت اوف انترنال جاكولر فين ويتش ابير اون ستيرن ماستويد. يعني هو موجود تحتها، يقعد يزق العضله، يزق العضله، يقعد يزقها، يقعد يزقها، يقعد يحركها. يعني هو بيقعد يحرك الستيرن ماستويد، كونه عمال يحرك الستيرن ماستويد بيعمل عليها ويبس. هذه الويبز انا بحكم عليها، فاهمني ولا لا؟ يبقى احنا مش بنشوف الانترنال جاكولر حقيقة، ولكن الافكت بتاعه الذي يظهر على الاسترنال ماستويد. طيب نحب الانترنال جاكولر اليمين ولا الانترنال جاكولر الشمال؟ قبل ما تجاوب ركز في الاتي. الاكسترنال جاكولر والانترنال جاكولر الاثنين بيبقى اسمهم كومان جاكولر. هذا الكومان جاكولر بيصب في حاجة اسمها النومينال أو بريكيو كيفاليك. في منه هنا فين يمين وفي منه شمال، ليرال ارتري هنا في ايه؟ يمين وفي شمال، والتو النومينال دول بيصبوا على طول في السوبيريو فينا كافا. الناحيه اليمين الطريق سالك، الناحيه الشمال ميل ناحيه الشمال شويه في الارش وفورد. ايوه الارش وفورد ناحيه الشمال شويه، فبيضغط على الليفت بريكيو كيفاليك، فممكن الناحيه الشمال شويه تبقى محتقنه بسبب وجود مين؟ من الارش اوف اورتا، لكن الناحيه اليمين الطريق بتاعها سالك. وما انا لما احب اشوف احب الناحيه السالكه. يبقى لما اقول لك تحب تشوف الانترنال جاكولر يمين ولا شمال؟ احب الناحيه اليمين، لان الناحيه اليمين بيتنت الطريق بتاعها مفتوح، بينما الناحيه الشمال اوكلودد بارشالي اوكلودد كده شويه، حاجه بسيطه عشان وجود الارش اوف اورتا ممكن يبقى مليان شويه، واخد بالك؟ او في انوريزم ولا حاجه يضغط عليها، فدايما خليك في الناحيه السالكه اللي هي الناحيه الايه؟ اليمين. جاوبي على ثلاث حاجات. لماذا ندرس النيك فين؟ لانها تمثل الرايت اتريوم. تحبوا انترنال ولا اكسترنال؟ انترنال، لانه فالفلس ودازنت بيرس اني دي فاشيا اوف نيك اور بلاتيزما مصر. هل بتشوفوا الانترنال جاكولر حقيقه؟ لا لا لا، بنشوف الافكت بتاعه الذي يظهر على الاسترنال مصر. تحبوا الناحيه اليمين ولا الناحيه الشمال؟ الناحيه اليمين، لان الطريق بتاعها مفتوح. الناحيه الشمال مشكلتها ان مضغوط عليها شويه بوجود الارشر فاول. طيب مشكلتنا ان الرقبه زي ما فيها جاجولار فين فيها كمان كاروتيد ارتري، زي ما فيها جاجولار فين تحتوي كمان على مين؟ على كاروتيد ارتري، والاثنين بلاد فيزلز، الاثنين خراطيم بلاد فيزلز. فانت جيت بصيت على الرقبه لقيت في حاجه كده مليانه دم، فانت بتقول يا ترى هو دوت الجاجولار فين اللي انا عايزه ولا دوت الكاروتيد ارتري؟ عشان ما تلخبطش هنحط جدول هيفرق الفين من الارتري. اقصد بالفين الجاجولار فين، واقصد بالارتري اكيد الكاروتيد ارتري. لسته قائمه طويله عريضه جدا من الفروقات، جمع منها على قد ما تقدر. اول فرق بينهم الاناتوميكال سايد، علاقتهم بالاسترنوماستويد، علاقتهم بالعضله اللي هي الاسترنوماستويد. بص يا ولد الاسترنوماستويد اهي،
بتقسم الرقبه كده لانجيولو تريانجل وبوستيريو تريانجل، فاكرين؟ بستنى المصطلح ده اللي قدامها انجيولو اللي وراها بوستيريور. هنا اللور لاترال ليها في المكان ده، في الحته دي، في الجزء ده ممكن اشوف الفين، فبشوفه لور لاترال تو ستيرنو ماستويد ان بوستيريو تريانجل. بينما الارتري بحسه هنا، هنا في الاوكسفالي ابر ميديال تو ستيرنو ماستويد في الانتيريور تريانجل. يعني انا بقول ان الفين ها لور لاترال والارتري ابر ميديال. الفين في البوستيريو تريانجل والارتري في الانتيريور تريانجل، المكان مختلف تماما. وكمان قلت حاجه لما جيت على كلمه فين قلت اشوف بترسيل، ولما جيت على ارتري قلت احسه بيتر فيلت. يبقى الفين از بيتر سين والارتري از بيتر فيلت. يعني ايه؟ الفين يا ولاد فصلنا للاكسترنال، انا ممكن احكم على الاكسترنال كويفز لكن ما اقيسش منه بريشر لانه في صمامات. الاكسترنال باين جدا هنا واشوفه بسهوله قوي يا ولاد، بس اجي احط ايدي عليه عشان احس البلس بتاعه، عارفين البريشر في الفين كام؟ 20 10 حاجه ضعيفه جدا. الارتري ديب شويه فانا ممكن ما اشوفوش، لكن لما اجي اضغط عليه كده هحسه عشان البريشر جواه 120. عشان كده الارتري احسه حلو قوي والفين اشوفه حلو. بس على فكره انا بشوف الفين واحسه وبشوف الارتري وبحسه، بس الاحسن في الفين اشوفه والاحسن في الارتري احسه. ده من ضمن الفروقات. الفرق اللي بعد كده الفين بيعمل موجات ويفي، هنشرحها بالتفصيل الممل كمان شويه. الارتري هي وان ويف بيسموه جيركي او وان ويف. بص يا ولاد البلس بتاعنا عامل ازاي؟ شايف خبطه خالص؟ خبطه. لكن نيجي نشرحها دلوقتي اثناء الكارديو سايكل، يحصل ايه واكس وبي وواي حوار، هتلاقي فيه ويفز كتير. دي مع مين؟ مع الفين. لكن الارتري هي ايه؟ زي البلس بتاعك، هي عباره عن ايه؟ هي خبطه واحده. الفرق اللي بعد كده هتلاقي ان الكاروتيد ماشي مع ضربات القلب سينكرونايز وذ هارت بيت، بينما الفين اسينكرونايز وذ هارت بيت مش ماشي مع ضربات القلب. بص يا ولاد الحته دي مهمه جدا وماشيه معانا في كل منهج الكارديولوجي. اهم لقطه بتعملها في الكارديولوجي كله، انا هشرحها وركزوا معايا كلكم، كله يركز. اهم لقطه بنعملها في الكارديولوجي كله كلمه اسمها تايمنج. يعني ايه كلمه تايمنج؟ يعني عايز اعرف الحدث اللي قدامي اللي انا بشوفه او اللي انا بحسه على القلب او حتى اللي انا بسمعه بالسماعه، عايز اعرف الحاجه دي اثناء السيستول ولا اثناء الدايستول. يعني مثلا انا باجي احط ايدي على الايبكس كده، الايبكس بتعمل ايه؟ بتخبط وتنزل، خبطه ونازله، طالعه ونازله، طالعه طالعه سيستول ونازله زيها بالظبط. مين؟ الكاروتيد. لا الكاروتيد، الكاروتيد الاهلي ريديا الغلط زيها. مين؟ هو بيعمل ايه الكاروتيد؟ يخبط ويرجع. الخبطه مين؟ سيستول. والراجعه مين؟ عايز تقول ايه؟ مثلا فرضا يعني انتوا مش فاهمين اللي انا هقوله ده. انا سمعت مرمر صوت غريب كده على القلب على المايترال ايريا على الايبكس. لو الحاجه دي مع السيستول ده مايترال ريجيشن، مع الدايستول ده مايترال ستينوزس، تقول لي ايه؟ يعني التايمنج يفرق في التشخيص جدا، يفرق جدا. يبقى من اهم نقاط الكارديولوجي اعمل حاجه اسمها ايه يا اولاد؟ يعني ايه كلمه تايمنج؟ يعني الحدث اللي بيحصل قدامي ده فين في الكاردياك سايكل؟ اثناء السيستول ولا اثناء؟ فجم قالوا لنا حاجه حلوه قوي، تايمنج ان كارديولوجي مع حاجه من الاثنين، يا تعمل تايمنج مع الايبكس ودي اروع حاجه، او مش عارف تحس الايبكس في مين مثلا او حد اوبيز او بتاع، عندك الكاروتيد والاثنين واحد. لدرجه ايه؟ لو انا دلوقتي عملت كده انا ايدي الشمال فين؟ واليمين؟ والله العظيم الاثنين مع بعض بالملي. يعني الخبطه اللي انا حاسسها هنا حاسسها فين؟ اصل المسافه ايه يا ولاد؟ مفيش مسافه صغيره والغصب منكم جدا. بس مع كل الاسف والالم يعني في دكاتره كتير بشعفره وغلط، يقول لك اعمل لي تايمنج مع الريديال. بص يا ولاد على ما الدم يوصل للريديال حصل الله عارف يا دكتور، ها يقول لك على ما الدم وصل للريديال فيها شويه ديلي بيتاخر شويه، يبقى التايمنج في الكارديولوجي بيكون مع مين؟ مع الايبكس او مع مين؟ حتى بيقول لك وانت بتسمع العيان وانت بتسمعه ايدك اوتوماتيك على الكاروتيد. ليه؟ عشان لو سمعت حاجه او لقيت حاجه اعملها ايه؟ لا وعلى فكره هنقعد نتعذب في الكارديولوجي كله لغايه لما نظبط الحركه دي. شغلك كله في الكارديولوجي متوقف على كلمه اسمها ايه؟ يعني ايه تايمنج؟ يعني الحاجه اللي بتحصل قدامي دي بتكون اثناء السيستول ولا اثناء؟ طيب لما اقول لكم حاجه ان الايبكس والكاروتيد واحد، فانا جالي حاجه في الرقبه فانا مش عارف ده فين ولا ارتري،
لو انت ماشيه مع الابكس بالظبط يبقى ده ارتري، لكن لو ماشي عكسها هيبقى ده الفين. حد فاهم حاجه؟ عشان كده يقول لك ايه كاروتيد ارتري از سينكرونايز، يعني ماشي مع هارت بيتس، وايل نيك فين از سينكرونايز، ملوش علاقه اصلا بهذه الهارت بيت زي ما هنعرف كمان شويه فيه. يبقى ده من ضمن الفروقات. يبقى كده خدنا اربع وصفات للفين. مكانه لور لاتر لسنه مصايدس بوستيريور ترينجل. الكاركتر بتاعته اشوفه احسن ولا احسه؟ الاثنين، بس اشوفه احسن. ها الشكل بتاعه ها ويبي ومش ماشي اسنكرونايز ويب هارت بيت. كمان يا اولاد عشان البريشر في الفين قليل قوي، شينجن بثلاث حاجات. هو ملطشه عشان البريشر فيه قليل، يتغير بالبوزيشن والبريشر والريسبيريشن. البريشر جوه الفين يا ولاد ضعيف قوي، فاي حاجه تتحكم فيه. البريشر 10 20، البريشر جوه الارتري عالي قوي، فاللي بيتحكم في سريان الدم جوه الارتري هو البريشر. بعدين الفنتريك عمل كونتراكشن 120 عشان يضخ الدم لكل الدنيا. يعني ايه يا دكتور؟ بص يا ولاد، بص يا ولاد، الازازه دي نصها مليان، البريشر جواها ولا حاجه، ما يجيش 10 15 زي مين بالظبط؟ زي الفين. بصوا عليا كلكم، لو انا نيمت الازازه كده مش الميه وصلت لغايه هنا؟ طب بص بص، رفعت الازازه كده زي ما 30، لا الميه نزلت شويه، 45 نزلت كمان، واخد بالك 90 نزلت لغايه هنا، نيمتها تاني الميه وطلعت وصلت لفين؟ بص بالظبط الفين بتاعك كده، الفين بتاعك بيتدلق كده، بيتاثر بالجرافيتي كده. يعني ايه؟ يعني لو جالي واحد عنده كونجستد نيك فين وانا نيمته فلات، هتلاقي الفين قد كده اهو مليان جدا، كونجستد جدا. اروح انا مقعد العين في زاويه 45 درجه، يعني بين البنين، تلاقيه نزل شويه. تروح انت مقعده او موقفه نزل قوي، يعني متغير مع مين؟ يبقى النيك فين عشان هو البريشر فيه اصلا ضعيف يتغير مع وضع العيان، بينما الكاروتيد ارتري ملوش علاقه. يعني وانت نايم الدم واصل لمخك، طب وانت قاعد؟ طب في السيمي سيتنج؟ طب وانت واقف؟ وانا مش الدم، مش احنا واقفين اهو يا ولاد والدم واصل؟ ولا انا كل شويه بخد بقى كده غطس عشان الدم يطلع لفوق؟ مش حاجه اسمها كده، يعني انا ماليش دعوه بالجرافيتي. يبقى الارتري سريان الدم متوقف على البريشر اللي جواه، عشان كده ما يتغيرش بالبوزيشن. فهمت يعني ايه يتغير بالبوزيشن وما يتغيرش بالبوزيشن؟ يبقى مين اللي هيتغير بالبوزيشن؟ ومين اللي مش هيتغير؟ بص دي كمان، لو في واحد عنده هنا كونجستد نيك فين وانا جيت بصباعي كده، بص يا دكتور يا واد يا رغايه اللي علمت عليك وانا داخل في ايه؟ جيت انا هنا كده عندي فين، رحت انا جاي دايس عليه كده قفلت، مفيش دم هنا، مع ان انا دايس دوسه ايه؟ خفيفه. عارفين ليه يا ولاد؟ لان البريشر جواك، وكمان الفين بيبقى سن مول، يعني اي ضغطه هتقفله، بس حاول تقفل الارتري كده، اقفل الكاوتر، يلا اقفلوا الكاوتر، يلا خليكم تبصوا اقفلوا، يلا اقفلوا، يلا ريحونا. بص يا دكتور، كل ما تدوس على الكاوتر كل ما يزق، هو مين اللي بيزق؟ يبقى البريشر جوه عالي، يعني صعب ان انا ايه؟ ان انا اقفله. وعشان يا ولاد برضو في حاجه ثانيه الله يبارك لكم، الكاروتيد ارتري او الارتري عموما الوول بتاعه مور ثيكر ذان، يعني يبقى الوول بتاعه ثيك وفي نفس الوقت البريشر اللي جوه عالي، لكن الفين البريشر قليل، البريشر قليل وهو كمان ثين وول، فبالتالي ممكن اقفله بسهوله. عشان البريشر في الفين قليل ممكن يتغير مع نفسك بالبوستيف والنيجاتيف بريشر والحوار ده، سهله جدا. يعني ايه انسبيريشن؟ يعني ده فهم بينزل انت البوستيف بتطلع، يعني النيجاتيف بريشر بتشتغل كانها سكشن. يعني واحد دلوقتي قلت له خد، عنده كونجستد نيك من هنا مليان كده، قلت له خد نفس، هتلاقي الفين فضل، لان سحبت الدم مش انا شغلت هنا نيجاتيف. نيجاتيف بريشر بيعمل ايه؟ غير البوستيف بريشر ما لناش دخل حاجه، نيجاتيف بريشر هيشد، فتلاقي النيك فين الطبيعي. او لو واحد عنده كونجستد نيك فين والطريق بتاعنا سالك يا ولاد، تقول له خد نفس، تلاقي الفين ايه؟ ها فضل. طب وهو بيحزق بيخرج نفس او بيزعق او بيكح، بص انا بكح مش انا بكح بزود الانترس راسل بريشر، بتلاقي الفين بقى ايه؟ طب معلش انا كحيت فالفين اتنفخ، جيت اخد نفس فضيت، صح ولا لا؟ الارتر ليه علاقه بالحوار ده؟ يعني هو سريان الدم جوه الارتري مستني انك تاخد نفس او ما تاخدش نفس؟ يا دكتور ما احنا قلناها من الاول، ده هو معتمد على مين اصلا؟ على الفنتريكولار كونتراكشن القوي اللي ضخ الدم لكل اجزاء الجسم. عشان كده بما ان البريشر في الفين قليل، تشينج باي بوزيشن، تشينج باي بريشر اند تشينج باي ريسبيريشن. بما ان البريشر في الارتري عالي، نيفر تو تشينج باي بوزيشن اور بريشر اور ريسبيريشن. بص دي كمان،
اناتوميكالي كده هنا هنا كده في الليفر. والليفر ده اورجان مليان ايه؟ طبعا مليان دم. الليفر يا اولاد بيعمل الدرينج عن طريق تو هيباتيك فينز اللي هيصبوا اصلا في الايه؟ في الانفيرو فينا كده. فانا عايز اقول لقطه كده حلوه قوي سهله جدا يا اولاد. لو واحد جالي عنده حاجه في رقبته فانا مش فاهم ده كان فين ولا ارض ولا محتاس، انا مختار اروح جاي بايدي كده كده واجي على الليفر وادوس. فلما ادوس يعني الكومبريشن هزق شويه هزق فهزق شويه دم يروح رايحين للتو هيباتيك فينز الانفيرو فينا كده يرفعوا البريشر فرايح انزل اللي هو بيتعكس عشان يبان. يعني الخلاصه لما ادوس على الليفر والاقي حاجه اتنفخت يبقى فين ولا ارتري؟ ودي اسمها هيباتو جاجولار ريفلكس كانه ارتجاع. هيباتو ليفر جاجولار فين ها ريفلكس. هل في كونكشن ما بين الليفر والكاروتيد ارتري؟ يعني لو قعدت ادوس على الليفر وجبت حد يدوس معايا هل يحصل حاجه في الكاروتيد؟ ولا اي حاجه. يبقى لو اتنفخ يبقى مين يا اولاد؟ ودي اسمها بوزيتيف هيباتو جاجولار ريفلكس. ودي اكيد من مواصفات الايه؟ الفين وليس بس. في عينيكم ناظر حزن زعلانين، في ناس زعلانه والله تقول يا دكتور بقى يرضيك كده نيجي ندوس على الليفر؟ ايه المشكله؟ تقول يا دكتور ما جاز الليفر ده محتقن. ولو الليفر يا اولاد فيه كونجيشن يعمل استريتش للكبسول اللي حواليه وهذا الاستريتش يعمل الم اصلا. يعني يقول لك ايه يا دكتور انا عندي ثقل في الحته دي، مش هو على المكان ده مكان مين؟ يقول لك ثقل هنا تيجي انت وبيقول لك انا عندي ثقل هنا تيجي انت تلمس الليفر. الله العظيم اقسم بالله لو جيت دوست على الليفر هتلاقي كوعه في وشك فعلا لا ارادي. انت تلمس كده الليفر هنا وهو تندر هو بيوجع جدا، هتلاقي عين في اللاوعي عمل لك كده. وعلى فكره غصب عنه الموضوع ايه؟ مؤلم حاجه الم رهيب جدا. عشان كده في بعض الناس ما ينفعش ادوس على الليفر لو كان الليفر تندر. تندر يعني هو انا هلمسه يصوت او حتى لو هو مش هيزقني ولا حاجه، يعني كونه بيوجع انت ما تلمسوش. ما ينفعش انك تاذي العيان. فجه ماكلويد العظيم عمل حركه حلوه قال لك ما تدوسش على الليفر، دوس على اي مكان في البطن وهي الابدومين كلوزد ساك. انا يا ولاد لما بدوس هنا انا بزق الدم، انا كاني بضغط على الليفر بس بطريقه غير مباشره مش بوجعه قوي. فانا لما بدوس هنا هزق شويه دم هيرجعوا كده يعملوا نفس العمله. فسموها الاول ها ابدومينو جاجولار ريفلكس، وبعدين لقوا دمها تقيل سموها ايه بقى؟ ابدومينال كومبريشن تيست. ايه الابدومينال كومبريشن تيست؟ هعمل كومبريشن على الابدوم هلاقي حاجه اتنفخت يبقى ده فين ولا ارتري؟ يبقى هي زي الهيباتو جاجولار ابدومينو جاجولار او ابدومينال كومبريشن تيست. كلها مواصفات مين يا اولاد؟ ها كلها مواصفات ها بتقول ان ده فين وليس ارتري. دخلت على حاله فالدكتور قال لك يلا يا ابني اكزامن نك، فانت بتقول له ذيرز كونجستد بالسيتنج نك فين. اول سؤال ايش عرفك انها نك فين؟ الاجابه نفسي ترتبه، نفسي كده يبقى دماغك مترتبه. انت ليه قلت عليها يا ابني فين؟ مجاز هو ارتري. تقول له يا دكتور اصل المكان هي لور لاترال استرنو مصايب يعني في البوستيريو ترانجلس بيتر سين ذان فيلد ويلي اسينكرونايز وذ هارت بيت تشينج باي بوزيشن وجرب جرب تشينج باي بريشر وجرب خد نفس تشينج باي ريسبيريشن وكمان ادوس على الليفر على القد ونقول ايه؟ بوست هيباتو جاجولار او ابدومينال كومبريشن تيست. يبقى انا كده قلت مواصفات مين يا اولاد؟ مواصفات الفين. الصفحه رقم 19 في الكتاب فيها اربع اسئله. الفاليو اوف نيك فين اكزامينيشن انترنال ولا اكسترنال؟ يمين ولا شمال؟ ايه الفرق بين الفين والارتري؟ كل الصفحه دي حبس كلها اسئله. دي اسئله كلينيكال اصلا. دي كلها اسئله كلينيكال فلازم حضرتك تكون عارفها وعارفها كويس كده. هنتكلم بقى على حاجتين في النيك فينز، حاجتين كبار، حاجة اسمها ويفز اوف نيك فينز وحاجة تانية اسمها بريشر. نبدأ الأول بالويفز. النيك فينز هو مش شغال؟ هو شغال. طب معلش بقى بس حد بس تكيف ده عايزين ننزله في ريموت ولا حاجه ولا نتعامل يدوي؟ يدوي؟ عايز انزله اه. طب تعالى بقى.
بصوا يا ولاد، بصوا يا ولاد، الويفز اوف ديكينز هنتكلم على حاجتين. حاجه اسمها نورمال ويفز نعرفها كويس جدا، لو انت عرفتها كويس هتيجي بعد كده بمنتهى السهوله تطلع حاجه اسمها ابنورمال ويفز. يبقى الفكره انت لو عرفت النورمال ان شاء الله هتعرف الايه؟ هتعرف الابنورمال. ركزوا معايا، النورمال ويفز اوف ديكينز عددهم اربعه اساسيين اللي هم اسمهم A X V Y، وفي واحده كده اضافيه اسمها C مش مهمه قوي. كل ويف من دول لها مدلولها. الاربعه ويفز دول بيحصلوا اثناء الكارديك سايكل اللي هي 8 من 10 من الثانيه. تقول لي يا سلام، يعني انا في 8 من 10 من الثانيه هعرف اضبط اربع حاجات ولا خمس حاجات؟ طبعا مستحيل، مفيش حد في الدنيا يعرف يعمل كده. المنظر ده بيترسم لما ندخل بقسطره جوه الجاجولار فين وفي الرايت اتريوم ونقعد نرسمها كده على جرافيك. لكن اكشوال انت مش بتشوف كل ده، انا هقول لك انت بتشوف، انت بتشوف الكبير اللي كبر منهم. الحاجه الواضحه هي اللي انت بتشوفها. كل ويف من دول لها مدلولها. بس عايزين نتفق على شويه قواعد. انتوا مش مركزين. الويف اللي لفوق دي اللي هي بوزيتيف، يعني اللي هي لفوق، معناها ان البريشر عالي. البريشر عالي فين؟ في الجاجولار فين، وبالتالي عالي مين؟ يبقى البريشر عالي في الرايت اتريوم. ها فيتعكس على الجاجولار فين يعمل ويف تبقى بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف على العيان؟ يعني ايه بوزيتيف ويف؟ يعني كان النيك فين بيتنري اتنفخ، فقالوا ما نقولش عليها بوزيتيف، نقول عليها اكسبانشن ويف. يبقى الاكسبانشن ويفز اللي عندنا مين ومين؟ لان البريشر فيهم بيعلى وهم اللي بوزيتيف كده، فنسميهم ايه يا ولاد؟ نسميهم اكسبانشن. الويفز اللي نازله لتحت معناها ان البريشر قل. البريشر قل في الرايت اتريوم وبالتالي قل في الجاجولار فين. فدي بتبان على العيان، بتبان ازاي؟ نيجاتيف. يعني ايه؟ يعني لو العيان نايم قدامي كده تلاقي الاستون ومصير يبص عليا، تتشفط تتشفط لجوه، تدخل لجوه، تدخل لجوه، يعني البريشر بيقل، حاجه عماله تدخل، الاستون ومصير بتتشد، بتتشد حاجه بتشدها، فيسموها كولابس ويف. يبقى الويفز في النيك فين نوعين، يا اكسبانشن يا كولابس. واظن ماشيه قدامك ايه؟ اكسبانشن كولابس، اكسبانشن كولابس، ماشيه كده. يعني البريشر عالي وطي، عالي تاني وطي تاني، وتستمر الحياه. البريشر في الاتريوم عمال ايه؟ يعلى ويبطا اثناء الكاردياك سايكل. طيب كل ويف من دول لها مدلولها. هو احنا لماذا ندرس النيك فين؟ عشان الرايت اتريوم. يبقى كل ويف من دول رجعها لاصلها للرايت اتريوم. يعني كل حاجه من دول مرتبطه بحدث بيحصل في الرايت اتريوم اثناء الكاردياك سايكل. الكلام بسيط وسهل. الاي ويف A فور اتريال كونتراكشن، اول واحده. هو لما الاتريوم هنا عمل كونتراكشن، ايه اللي حصل في البريشر؟ عالي، فاتعكست ويف عن طريق السوبيريور فينا كابه، ظهرت هنا بقت اكسبانشن ويف اسمها ايه؟ ايه. يبقى الاي ويف تساوي اتريال كونتراكشن، ودي في صوره اكسبانشن ولا كولابس؟ لان البريشر عالي. فيها مشكله؟ نيجي اللي بعدها، اكس من ريلاكسيشن. يعني اكتر ليتر واضح في كلمه ريلاكسيشن اكس، قالوا عليها اكس، هي بنسميها اكس عشان ريلاكسيشن، يعني اتريال ريلاكسيشن. دكاتره الاتريال عمل ريلاكسيشن، عمل ريلاكسيشن، فالبريشر فين؟ اتعكست ويف من الرايت اتريوم عشان تبان في الجاجولار فين كانه اتشفط لجوه، يبقى اسمها كولابس. يبقى الاكس في صوره كولابس، نيجاتيف ويف يعني البريشر فيها قليل. لما الاتريوم عمل ريلاكسيشن استقبل فينس ريتيرن، رجع له دم. لما رجع له دم عمل لي فينس ريتيرن في. هو كون يا ولاد، بس بصوا عشان تفهموها، هو كون حصل هنا فينس ريتيرن، يعني البريشر هنا ايه؟ زاد. فاتعكس عن طريق الجدار ده ويف. اصل حد هيجي يقول لي مش في فينس ريتيرن، يعني الدم ساب ودخل هنا، يبقى النيك فين هيفضي. لا يا دكتور، هو الدم دخل كده بس انا بتكلم على بريشر، فالبريشر هنا ايه؟ فعن طريق هذا الجدار اتعكست ويف عاليه بتقول ان البريشر جوه زاد. الويف العاليه دي اكسبانشن اسمها في. انتوا ملاحظين حاجه؟ ايه؟ اتريال كونتراكشن، اكس ريلاكسيشن، في فينس، فينس ريتيرن، يعني كل حاجه الليتر بتاعها بيرمز لها. فينس ريتيرن يعني اتريال فيلنج، يعني البريشر زاد. واي، حد فاكر يا ولاد الدم بينزل من الاتريال فينتريكل ازاي؟ 70% بس، 30%
خلاص الواي اتريال امتنج اللي هم 70% امتنج فيها واي ولا ايه؟ اه فواي اتريال امتنج هو لما الاتريال نزل 70% البريشر جواه بقى ايه؟ بقى قليل فلما بقى قليل اتعكست في صوره طب هو كولابس طب يا ولاد بدا بعد ما حصل الواي حصل ايه تاني؟ مش هو نزل 70% يحصل اتريال كونتراكشن يعني بعد الواي جاي هنا مين تاني؟ يبقى ايه فور اتريال كونتراكشن اكس اتريال ريلاكسيشن في او اتريال فيلنج نفس المعنى فينس ريترن او اتريال فيلنج بعد ما اتملى اتريال امتنج هذا الاتريال امتنج هينزل 70% وبعدين يحصل تاني كونتراكشن ريلاكسيشن اتمالي يفضي ايه اللي بيحصل في الاتريال اربع حاجات عمل كونتراكشن ثم ريلاكسيشن ثم جاله دم فيلنج اتملى ثم فضى 70% ثم كونتراكشن وتستمر الحياه. اقول لكم حاجه ما تقولوا قول يا دكتور. اقول لكم حاجه كاني بتكلم على الكاردياك سايكل بس على المستوى الاتري بس. هي نفس الكاردياك سايكل بس على مستوى مين؟ هو انا ليه ختمت المحاضره اللي فاتت بالكاردياك سايكل؟ ركز بقى وافهم. انا عندي اربع اسئله مهمه جدا وعلى فكره بقى الأربع أسئلة دول هيحددوا علاقتنا ببعض. يا إما أحبكم يا إما أكرهكم. مصيركم بإيديكم. أربع أسئلة. السؤال الأول. أنت بتقول يا دكتور. مفيش فايدة، خربانة خالص، بس حاول. السؤال الأول، لا ركزوا. السؤال الأول بيقول الـ A wave دي التي تعني الاتريال كونتراكشن التايمنج بتاعها سيستوليك ولا دايستوليك؟ دايستوليك. ها؟ دايستوليك. حبكم جدا. دايستوليك. ليه بقى؟ دكتور ده اخر حاجة كانت بتحصل في الدايستول ان الاتريم يعمل؟ والاتري حتى قلنا كلمة قلنا الاتريال كونتراكشن بيحصل اثناء ما البنتركل يبقى يعني اثناء الدايستول حتى عشان الدم ينزل صح ولا لا؟ يبقى الاي ويف تصنيفها او التايمنج بتاعها؟ بس على فكرة نشفة بره عارفة انها دايستوليك. ما سمعتني في اخر المحاضره انا قعدت اقول الاتريال كونتراكشن اند دايستوليك وفي سيستوليك ورسمناها اللي جايه هي اللي هتتقسكم كده هو ربنا الاكس ويل سيستوليك ولا دايستوليك؟ شفتوا الصوت اللي فات دايستوليك ها الاكس ويل الاكس ويل ليه؟ كلمني كده راجل ليه؟ يا دكتور مش هي يعني الانتر ريلاكسيشن والانتر ريلاكسيشن بيكون اثناء الفنتريكولر مش بيشتغلوا عكس بعض ولا ايه؟ ما هو بيشتغلوا مع بعض القلب هيفرقع فبيشتغلوا عكس بعض يبقى الانتر ريلاكسيشن اثناء سيستول سهله في ويف يعني فينس ريتيرن سيستوليك ولا دايستوليك؟ انتوا كل مره صوتكم بيقول سيستوليك ولا دايستوليك؟ والله فعلا بتقول اوليكم خلاص سيستوليك ولا دايستوليك؟ سيستوليك فهمت ايه طيب؟ ايوه يا دكتور مش انت قلت اثناء الاجكشن بيحصل فينا مش لسه شارحينها مش اثناء الاجكشن بيحصل فينا ستيرن يبقى اذا الفي كمان سيستوليك اللي يغلط في دي يبقى عبيط اخواته بصراحه الواي سيستوليك ولا دايستوليك؟ بس يعني اثناء الدايستوليك ايه ده يا دكتور؟ يعني دايستوليك سيستوليك دايستوليك يعني الاثنين اللي في النص ها اثناء السيستول واللي في الاطراف اثناء الايه؟ دكتور انت عايز مننا ايه؟ انتوا اللي عايزين مني ايه؟ دخلت على النيك نيم فانا ببص لازم اتكلم مع نفسي وادردش برضه دلوقتي مع نفسي انا ببص على النيك نيم يا اما فيها ويب بتعمل اكسبانشن بتتنفخ يا اما فيها ويب بتعمل كولابس والحمد لله ان الكولابس منهم واحده سيستوليك وواحده دايستوليك والحمد لله ان الاكسبانشن منهم واحده سيستوليك ومنهم واحده عرفتوا تجاوبوا عليا؟ دخلت لا برضه مش دخلت على واحد على عيان ابص على النجم بتاعته فلقيت ان النجم عماله تتلم تزق السيرموس عماله تزقها فانا بتكلم عن الزق ايه ده اكسبانشن فانا ما دردش مع نفسي الاكسبانشن ايه احتمالاته؟ لا يا ايه؟ يا بي مش ده الاكسبانشن؟ يا ايه؟ يا بي كيف افرق بينهما؟ لا اسمع الكلمه الحلوه تايمنج يبقى لابد من عمل ايه؟ ايدي على الايبكس او على الكاروت لا
لو كان مع السيستول بتملى مع السيستول بتملى يبقى بي مع الدايستول بتملى خلصت كيف تفرق الاي من البي ما هو الاثنين حاجه بتملى الاثنين اكسبانشن تايمينج لو كان الدايستوليك اي لو كان السيستوليك فكره الكلام ده هتعملوه براكتيكال طيب دخلت على عيان تاني مش لازم يكون عيان اي حد ببص على السيرو المصاري بتاعته بس استنى كده شويه تروح في الوقت البيت هتلاقي ليك مش هتشوف الدور تدخل تدخل الدور فانا بقول ده كولابس احتمالات الكولابس احتمالات الكولابس تايب اوف هارد بوينت طيب لو كان سيستوري كولابس لو كان دايستوري كولابس فهمتوا اللعبه ولا لا؟ يبقى الحمد لله ان هما اثنين اكسبانشن واثنين وكل واحده من الاكسبانشن والكولابس واحده سيستوري وواحده الحاجة الوحيدة اللي بتظهر نورمالي عندنا هي الاكس عشان كده نورمال النيك فين عندنا بيسموها سيستوليك كولابس ارجوكوا يا ولاد اول ما تروحوا النهارده شوف زميلك اي حد اخوك اختك اي حد قول له مع السلامة وتعالى بص على التاني بص على النيك فين هتلاقي السنة المصرية حاجة بتشفطها كده عمالة تتشفط طيب تكون دي كولابس وهو هنا كولابس يا اكس يا ايه؟ طيب لو انت بتشوفها كده تروح حاطط ايدك على الاكس او على الهرمز عندي بس يعني مش واخد بالك هتلاقي الكولابس بيحصل اثناء السيستولي بس ما سيستولي كولابس يبقى مين الوجه اللي ظهر اكس يبقى الاكس اسمها الثاني ايه ودي وجودها نورمال وجودها نورمال فانت شفت اخوك مثلا لقيت حاجه بتدخل لجوه عملت لها تايم تايمنج لقيتها سيستولي فانت قلت سيستولي كولابس يقول لك ده معناها ان انا عندي ايه تقول ان انت نورمال يبقى سيستولي كولابس ما دولها ايه يبقى الويف الوحيده اللي بتظهر فيهم مين الوحيده اللي ممكن تظهر نورمال هي الايه يا اولاد هي الاكس يبقى وعلى فكره هي فايندنج لو الاكس اكبر واحده فبتظهر يعني بصوا بقى عشان بس ما حدش الخزعبلات تشتغل معاه يقول لي ايه ده انا دخلت على عيان انا ما شفتش الاربع حاجات مين قال لك هشوف الاربعه ومين اصلا قال لك انه ممكن يشوف الاربعه هل واخد بالك يا دكتور ولا لا دكاتره ما فيش الكلام ده هي اللي هتظهر مين بس ممكن يبقى حاجه خفيفه كده محتاجه واحد قضى حياته كلها في النيك فين مش احنا مش انت فهمتوني ولا لا علشان كده اللي بتظهر معانا هي مين ما اسباب السيستوليك كولابس اوف ليج فين تنحوا نورمال فايندينج نورمال فايندينج ما اسباب السيستوليك كولابس اوف ليج فين نورمال فايندينج يبقى السيستوليك كولابس دي حاجه ايه يا اولاد دي حاجه طبيعيه جدا 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 عايز اقول لك في حاجه في مشكله بصوا يا ولاد بصوا يا دكاتره السي ويف مش ويف رئيسيه السي ويف مش ويف رئيسيه هي ويف ممكن تظهر احيانا مش مهمه قوي وليها تفسير من الاثنين التفسير الاول يقال ان السي ويف دي ربما تكون الكاروتيد بالسيشن التي ظهرت مع النيك فين حتى يعني سي كاروتيد مش الكاروتيد هنا او الجاجولر هنا فالكاروتيد بالسيشن لو جامده شويه ممكن تظهر تعمل لك حاجه ايه في النيك فين كده اسمها سي ويف يبقى السي ويف ربما تكون ايه كاروتيد بالسيشن ده رايي بس في راي ثاني اوقع واهم وبصولي عشان تفهموا دوت اسمه ترايكاسبيد فالف تراي كاسبيد يعني ثلاثي الشرفات ثلاثي الكاسب ثلاثه كاسب اكبر واحد فيهم لما بيجي يقفل بيقفل ازاي شاورني كده هو بيقفل بيعمل كده بيعمل بالجنج ديورنج كلوجر انسايد ذا كافيتي اوف رايت اتريوم بيعكس ويف صغيره اسمها سي ويف سي ويف عباره عن ايه يا اما كارود البالسيشن يا اما تراي كاسبيد بالجنج ديورنج كلوجر ان ذا بيجينينج اوف سيستول وفي اي حال من الاحوال باي حال من الاحوال هي تمثل بدايه السيستول لو هي كاروت السيستول لو هي قفلت الترايكاسبيد مظبط ولا لا حتى لو هي قفلت الترايكاسبيد ما هو ده يمثل بدايه السيستول حتى بصوا منظرها مكانها انا ما عملتهاش انا عملتها في بدايه مين السيستول يبقى الكاروت البالسيشن او الترايكاسبيد بالج المحصله واحده ودي مش مهمه في الكتاب عندنا في الصفحه رقم 20 في مربع كده مكتوب فيه النورمال ويفز والتايمز بتاعها في سؤال مشهور جدا في الامتحانات بيقول لك ايه مين هي النورمال ويفز يا ابني وكل واحده معناها ايه والتايمنج بتاعها ايه قدامك مين هي النورمال ويفز ايه اكس مين واي وسي التايمنج بتاعهم اللي في الاطراف ده ستوليك واللي في النص
سيستوليك. كل واحده معناها ايه؟ هتقول بقى اتريال كونتراكشن، اتريال ريلاكسيشن، فينس ريتيرن، اتريال امبتنج وهكذا. يبقى ده الكلام بتاعنا. حد متعسر في اي حاجه هنا؟ اللي فاهم الحته دي اللي جايه ان شاء الله تبقى سهله. طالما انت عرفت النورمال انت بسهوله تطمع الابنورمال. الابنورمال ويفز قد تكون في الاي، والاي دي ممكن تبقى ابسنت مش موجوده، ممكن تبقى برومينانت او جاينت كبيره، ممكن تبقى كانون دي فظيعه طريقه مدفع. بصوا انا مش عايز حد تحافظ، انت هتفهم عشان ما تنساش. الله يبارك لك يا اولاد. مش الاي ويف يعني ايه اتريال كونتراكشن؟ بتقولوا اه. مش الاي ويف يعني ايه اتريال كونتراكشن؟ لو ابسنت اي ويف يعني ما حصلش اتريال كونتراكشن. شاطرين. لو برومينانت اي ويف يعني الاتريال كونتراكشن قوي. لو كانون اي ويف يعني الاتريال كونتراكشن قوي جدا، ده عمل طبله مدفع. فاهمني ولا لا؟ يعني كله هنرجع لمين؟ لاصلها. يبقى الايه تسامي اتريال كونتراكشن. لو كان الاتم الطبيعي بيعمل كده كونتراكشن فيعمل لي اي ويف طبيعيه، امال لو الاتم بيعمل كده ايه ده؟ ايه المنظر؟ شفناه المره اللي فاتت؟ ايه المنظر ده يا ولاد؟ يبقى اللي عنده اتريال فايبريليشن هل في اتريال كونتراكشن؟ يبقى بالتالي الاي ويف مالها؟ يبقى هي ابسنت مع الاف وما عنديش اسباب اخرى. يبقى ابسنت اي ويف تحصل مع مين؟ لان اصبح ما فيش اتريال ايه؟ خدناها؟ مش كان في جدول يفرق ايه من ايه؟ قلت لك من ضمن الفروقات بص على مين؟ لو لقيت ابسنت اي ويف يبقى انا معايا اتريال فايبريليشن. قشطه الكلام؟ اللي جاي استنتجه وما تبصش في الكتاب. برومينانت او جاينت ايه يعني ايه ويف كبيره؟ ايه ويف كبيره؟ يبقى هذا الايه كان عمل كونتراكشن؟ طب تفتكروا يعني الرايت ايه لما يصحى النهارده يقول لك انا عايز اعمل كونتراكشن فصل؟ ولا اكيد بيعمل كده عشان سبب؟ يعني معلش ايه اللي هيخلي الايه يعمل كونتراكشن فصل؟ اه لو ضرب، ايوه شاطرين، لو ضرب اجينست ريزيستنس صح؟ الفالف ده اسمه ايه؟ ايه رايكم لو عندي برايكات ريزيستنس؟ هل ال 70% هيكون زيرو؟ يعني في دم فضل قاعد هنا، فلما جه اتريال كونتراكشن عمل ايه؟ يا انتوا مجمعين ولا كده؟ فجه هو معلش نازل ال 70 نازل شويه صغيرين، فجه في الاخر اتريال كونتراكشن يدفع الدم عشان نازل شويه، فهمتوني ولا لا؟ فحصل باورفول اتريال كونتراكشن. هذا الباورفول كونتراكشن اتعكس هنا عمل لي ايه ويف كبيره اسمها برومينانت او جاينت ايه ويف. او بص دي كمان، لو انا عندي هنا بالمونري ستينوزس او بالمونري هايبر تنشن، ده يمثل تنشن اوفرلود على الرايت فنتريكل. يعني يا ولاد الرايت فنتريكل جاي يضخ الدم. الرايت فنتريكل امله ايه؟ يعني نفسه ايه؟ ان الطريق يبقى سالك والدنيا حلوه. هو جاي عشان يضخ، لا هنا في ستينوزس او الضغط عالي. هل عارف يضخ بسهوله؟ فيحصل فيه ثيكننج بالمنظر ده، يسخن هايبرتروفي. هو لما يسخن يا ولاد الكافيتي اللي جوه يظهر ولا يكبر؟ ولما يظهر يبقى البريشر جواه. طب ايه رايك ان البريشر هنا عالي؟ هل ال 70% عارفين ينزلوا؟ لما ما ينزلوش نيجي نعمل اتريال كونتراكشن ايه؟ هذا الاتريال كونتراكشن القوي يتعكس يعمل لنا برومينانت او جاينت اي ويف. يبقى كلمه جاينت اي ويف يعني الاتريال كونتراكشن قوي لانه بيضرب اجينست ريزيستنس زي ترايكاسبل ستينوزس او بالمونري ستينوزس او بالمونري هايبر تنشن. يبقى ما اسباب الجاينت او برومينانت اي ويف؟ هتقول لي ترايكاسبل ستينوزس بالمونري ستينوز بالمونري هايبر تنشن. لو حد كان نايم ولسه صاحي دلوقتي احنا كل كلامنا رايت سايد. ها بس عشان يقول لي اه طب المايترال ده يا دكتور مش هيعمل حاجه؟ اه طب الاورتيك ستينوزس اه مايترال مين واورتيك مين والناس نايمين؟ انا بتكلم في الناحيه دي. ما انا ماليش دعوه بالاتجاهات بتاعت الشمال دي خالص. اه والله ناس كانت بتفكر كده. شاطرين. ما نفكرش كده، انا بتكلم في الناحيه اليمين، يبقى انا ماليش دعوه بالمايترال ولا بالايه؟ ولا بالاورتيك. كانون اي ويف. كانون يعني طلقة منفعة. يعني الاتريوم عمل كونتراكشن جبار. عمل كونتراكشن يا ولاد، تخيل كده بس لحظة. عمل كونتراكشن وهذا الترايكاسبيد فالف كلوزد مقفول عشان كان الفنتركل بيعمل كونتراكشن في نفس الوقت. هو لو الفنتركل عمل كونتراكشن مش بيقفل الترايكاسبيد؟ الفنتريك عمل كونتراكشن والترايكاسبيد قفل في نفس الوقت اللي كان الاتريوم بيعمل فيه كونتراكشن. قول انت هتطبق من انت مش عمال تهنيها وتقولها لما الاتريوم بيعمل كونتراكشن يكون الاتريوم ريلاكس، لما الفنتريك بيعمل كونتراكشن يبقى الاتريوم ريلاكس. مش هما شغالين عكس بعض؟ اه نورمال شغالين عكس بعض. نورمال ده في الظروف العاديه،
لكن هناك ظروف مرضيه ان هما الاثنين شاطر يشتغلوا مع بعض. ولو اشتغلوا هما الاثنين مع بعض الاتريوم والفنتريكل ممكن تيجي الاتريوم يعمل كونتراكشن والصمام مقفول. فهمتوني ولا ما فهمناش قوي؟ تعالى نفهم قوي. ده بيحصل في ثلاث امراض. الثلاث امراض، اول مرض اسمه ثيرد ديجري او كومبليت هارت بلوك، ثاني مرض اسمه فنتريكولار تاكي كارديا، ثالث مرض اسمه نودال ريذم. تعالى نشوف كده الامراض دي عباره عن ايه. ادي المرض الاولاني وادي القلب الثاني وادي القلب الثالث. انا هقول الفكره وانتوا استنتجوا. كلمه هارت بلوك يعني ايه في نودال بلوك؟ لو الايفينود تعبانه شويه هي بتوصل كل حاجه بس ضعيفه شويه اسمه فيرست ديجري، مالناش دعوه بيه. لو بتفوت بعض الخبطات ما بتوصلهاش يبقى اسمه سكند ديجري وبرده مالناش دعوه بيه. لو الايفينود مش شغاله بالمره يبقى اسمه ثيرد ديجري او كومبليت هارت بلوك. يبقى ما هو الثيرد ديجري هارت بلوك او كومبليت هارت بلوك؟ يعني الايفينود مالها؟ طب انا دلوقتي في مأزق وعايزكم تحلوا لي. الايفينود مش بتوصل حاجه. الاتريوم شغال ازاي؟ عادي شغال بالايه؟ شغال بالاس عادي جدا بالبيس ميكر والاس ايه؟ يعني الاتريوم زي الفل. الفنتركل هيموت بقى صح؟ امال هو له القدره ان هو يبدا خبطاته عن طريق بيركينج فايبرز، حاجه اسمها ايديو فنتركلر ريسك. ده مثلا بيضرب 70 بالاس ايه؟ ده بيضرب من 30 ل 40. ها؟ مش كده؟ ما هو الايديو فنتركلر ريسك يبقى ايه؟ يبقى بطيء شويه مش كده ولا لا؟ بس السؤال يا ولاد، هل توجد علاقه بين الاتريوم والفنتريكل؟ لا مفيش اي علاقه. انتوا عارفين دي بيسموها ايه؟ اتريو فنتريكلر ديسوسيشن. يعني ده مع نفسه وده مع نفسه. خلاص اللي عندي ده شغال مع نفسه وده شغال مع نفسه. يا ولاد لما يبقى ده شغال مع نفسه وده شغال مع نفسه مش وارد صدفه ان هما الاثنين يضربوا مع بعض؟ ما هو ده شغال بحاجه وده شغال بحاجه. صدفه يعني صدفه بس صدفه ان هما الاثنين ايه؟ ولو هما الاثنين ضربوا مع بعض، لو هما الاثنين ضربوا مع بعض اصبح هذا الاتريوم في مواجهه الفنتريكل. اصبح هذا الاتريوم بيعمل كونتراكشن في نفس الوقت اللي الفنتريكل عامل فيه كونتراكشن. يعني الصمام ماله؟ طب ايش جاب لي؟ جاب ده الاتريوم ضعيف قوي قدام الفنتريكل، فالاتريوم بيطلع اكتر حاجه عنده كونتراكشن جبار فيعمل ايه؟ ويف كانون قويه جدا. وصلت الفكره؟ تاني يعني ايه كومبليت هارت بلوك؟ يعني ايه دي نوت لا تعمل؟ الاتريوم شغال ازاي؟ بالاذن والفنتريكل بالاذن والفنتريكل. هل في علاقه بينهم؟ يبقى اسمها اتريو فنتريكلر. يبقى صدفه صدفه، ده مع نفسه وده مع نفسه صدفه اوكيشنالي كده الاثنين ضربوا مع بعض. لو ضربوا مع بعض اصبح الاتريوم بيضرب والصمام مقفول اجينست الفنتريكل اللي عامل كونتراكشن يعمل حاجه اسمها كانون دي ويف. وصلت؟ خد اللي بعدها في تاك فنتريكولر تاكي كارديا. يا دكتوره ارمي الموبايل ده احسن لك. ان انت بتكلميش اهم من فنتريكولر تاكي كارديا. والله العظيم اقسم بالله انا اهم. والله العظيم. ماشي؟ بص يا ولاد في تاك يعني ايه؟ حته من الفنتريكل هنا بتضرب 200 او 250 بيتس بير مينت واصبحت هي باسم ايه؟ هو مبدا القلب ايه؟ اسمع كلام الشباب، حته من الفنتركل اتجننت وبدات تضرب بسرعه وهي بتضرب 200. انا عايزك بس تحط نفسك مكان الفنتركل. الفنتركل في حته فيه بتضرب 200 وغيره شرع عن طريق الاي بي نوت تقول له اضرب 70. اسمع كلام مين؟ يقول لك انا مبدئي بسمع كلام السريع. اصبح الفنتركل شغال ايه؟ طيب الاي بي نوت اصيله يا ولاد اصيله تسمح بمرور الاشاره من الاتريال للفنتركل ولا تسمح بالعكس؟ يعني هي وان واي دايركشن. اصبح الاتريوم شغال 70 بمين؟ والفنتريكل شغال 200 بالاكتوبيك. الحته الغريبه في علاقه بينهم؟ يبقى اسمها اتريوم فنتريكلر. مش وارد صدفه كده صدفه اوكيشنال ان هم الاثنين يضربوا مع بعض. ولو ضربوا هم الاثنين مع بعض اصبح الاتريوم بيضرب وترايكاسبل مقفول لان الفنتريكل كان عامل. ولما بيحصل كده الاتريوم يعمل ايه؟ الاتريوم يعمل ايه؟ كونتراكشن جامد. هذا الكونتراكشن الجبار يبقى اسمه ايه؟ كانون. يبقى الكانون ايه ويف؟ يعني الاتريوم عمل كونتراكشن ضد الفنتريكل. سهل يا ولاد؟ خد اللي بعدها. نودال ريذم. هو مين البيس ميكر اللي حطوه في التعليم؟ الاس اي نود. لو الاس اي نود ماتت مين اللي هيشغل؟ اكيد هو اللي بيمسك بعدها على طول هو مين؟ طب الاي بي نود كبيس ميكر تقدر تشغل الاتريوم والفنتريكل.
يبقى هي ككوندكتور سيستم بتوصل من الاير كامله الفنتريكل، لكن كبيس ميكر ممكن تشغل ايه؟ الاي في نود. يا ولاد فيها خاصيه بس ركزوا عشان تفهموها. الاي في نود تقريبا شكلها عامل كده، ممكن الجزء اللي فوق ده هو اللي يشغل، ولو الجزء اللي فوق ده هو اللي شغل ده قريب من الاتريوم فهيشغل الاتريوم، وعلى ما توصل اشاره للفنتريكل هتاخد وقت فالاتريوم هيضرب ثم الفنتريكل العادي ولا كان في اي حاجه. دكاتره لو الطرف اللي فوق الاي في نود دي الحته اللي فوق هي اللي شغاله، شغل مين الاول؟ وبعد شويه الاشاره راحت للفنتريكل، فالفنتريكل اتاخر شويه عن الاتريوم، ده مطلوب ولا لا؟ وعلى فكره لو الحته اللي تحت هي اللي شغاله هتشغل الفنتريكل قبل. هو فرق معايا مين اللي اشتغل الاول؟ بس اهم حاجه هما الاثنين ايه؟ ده حاجه ممتازه. عشان كده عايز اقول لكم حاجه، في ناس يا اولاد يبقى عندهم نودال ريزم وطبيعيين جدا ما عندهمش اي مشاكل، بعمل له رسم قلب لاي سبب اقول ايه ده انت عندك نودال ريزم، وهو اصلا ايه؟ اسيمتوماتيك، لان ايه؟ بتدي اشاره لحاجه قبل حاجه، طالما بتشغل واحد قبل الثاني انا ما عنديش مشكله. اظن انتوا عرفتوا مصيبتي اللي جايه لي. لو المشكله في الحته اللي في النص دي اللي بتشغل، فهتبعت اشاره للاتريا والفنتريكلز في نفس ذات الوقت، ولو حصل كده اصبح الاتريا والفنتريكل ايه؟ شغالين مع بعض، وهم لا شغالين مع بعض. يعني الاتريا قدام كلوزد تريكازبل، لان الفنتريكل عامل كونتراكشن. في هذه الحاله هتلاقي كل الخبطات بقت كانون، والعين ده في الاي سي يو لازم اركب له بيس ميكر فورا. انا عايز اقول لكم حاجه، لما كنت هنا ما عنديش مشكله جامده قوي لانها اوكيجنال، وحتى هنا اوكيجنال، لكن مشكلتي هناك ريجولر. يبقى الكانون ويف قد تكون اوكيجنال، يعني كل دقيقه مثلا 3 4 5 مرات، وقد تكون ريجولر، والريجولر هي الاعنف. فهمتوني ولا لا؟ ولا هيجي لكم في الامتحان كومبليت هارد بلوك، ولا هيجي لكم نودال ريزم ولا فيدباك، دي كلها تبع النظري. بس انا حبيت اعمل حته ابلاي. الحته الابلاي ان لو الاتريوم عمل كونتراكشن والصمام مقفول هيعمل كونتراكشن جامد، يعمل ويف اسمها كانون اي ويف. بصوا يا دكاتره ربنا يبارك لكم يا رب ويسعدكم، وركزوا معايا. اللي يهمني في الكلينيكال ابسنت اي ويف مع الايه؟ برومينت اي ويف مع تريكازبل ستينوزس بالمونري ستينوزس وبالمونري هايبرتنشن. الثلاثه التانيين بس عشان تبقى فاهمهم لما يقابلوك في كتاب النظري، لكن مش هيقابلك طبعا. هات امرجنسي، مفيش عيان يجي لك كده اصلا تمتحن عليه وعمرك ما هتطلع دي لوحدك اصلا، الموضوع اكبر من كده بكتير. فاضل لي حاجه في الابنورمال ويفز، حد فاكر الفي ويف؟ فاكرينها؟ هي اللي نازل ترم، ممكن يا ولاد تبقى برومينانت في، ودي بتحصل مع ثلاث امراض انا هقولهم وانتوا هتشرحوا. ترايكازبيد ريجيرج اي اف ورايت سايدد هارت فيلير. اولا الفي يعني فينس ريتيرن، فينس ريتيرن يعني الدم راجع للاتريوم، والدم راجع للاتريوم عن طريق السوبير والانفير فينا كده، يعني الدم راجع كده. قالوا كده؟ قال لك لو عندك ترايكازبيد ريجيرج يبقى عندك حاجه اسمها برومينانت في. مين يشرح هنا؟ تقول يا دكتور مش اثناء السيستول حصل ايجكشن وجه فينس ريتيرن كده؟ اقول لك اه. تقول لي اثناء السيستول المفروض ترايكازبيد ايه؟ ايه في ترايكازبيد؟ ما عرفش في انكومبتنس في ريجيرج، فراح الدم راجع من هنا، اصبح الدم راجع من هنا ومن هنا ومن هنا، يبقى كميه الدم يبقى الفي. ده نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال، هنا انا معايا ترايكازبيد ريجيرج، يبقى دي اسمها برومينانت. لو ما قلتوش دي هزعل. اتريال فايبريليشن يعمل برومينانت في. شاطرين؟ مش احنا عارفين ان 90% عايزين بس و 30% عايزين ايه؟ طب انا عندي اتريال فايبريليشن، هل دي كونتراكشن؟ يبقى في 30% عندي راح جاي لهم في ناس كتير، اصبح الدم اللي هنا كتير، يبقى الفي بتاعتنا ايه؟ على فكره مفيش تعارض كده، الاي اف بيعمل حاجتين. ابسنت ايه وبرومينانت؟ ابسنت ايه لان مفيش؟ وبرومينانت في عشان في 30% عندي. يلا الشرح اللي بعدها رايت سايد هارت فيلير. اسهل واحده اهو، اسهل واحده يعني ولاد الرايت فنتريكل فيشن مش عارف يقول حاجه. طب ده قاعد هنا فراح جاي له ايه؟ اصبح الفي. يبقى اسباب البرومينانت في ريكاردو ريجن انترفيشن رايت سايد هارت فيلير. ماشي يا ولاد؟ شاطرين والله شاطرين. شاطرين قوي. هو عايز يعمل كونتراكشن يا ريس، بس عامل منك بقى. مش قادر يعمل كونتراكشن.
حتى تبني الرايت سايكل. بص يا ولاد الحته دي، انا هقول معلومه بس عايز حد من ورا يشرحها لي، حد من العديد ورا، حد من العديد ورا، ماشي؟ ايوه انا باصص له، ماشي يا دكتور. انا هقول مقوله وترفع بس هو بس اللي يتكلم. اي حد عنده كانون اي ويف يبقى عنده برومننت دي ويف. اي حد عنده كانون اي يبقى عنده برومننت دي. عايز تفسير؟ هو كانون ايه يعني؟ ايوه الناس بتقول اهي كانون ايه يعني؟ يعني الانجرام عمل كونتراكشن والصمام؟ يعني الدم طلع فين؟ البيت اللي بعدها جاله بينا ستيرن، اصبح الدم اللي موجود يبقى الفي. يبقى اقول كلمه، اي كانون ايه لازم بعديها؟ برومننت في. اي كانون ايه يعني الدم قاعد، ما هو معاك مش البتاع كان مقفول مش كده ولا لا؟ فاي كانون ايه مجموعه برومننت في، لان الدم قاعد. اتفهمت ولا لا؟ احنا مش هيجي لنا كانون ايه، فبالتالي مش هيجي لنا اللي هي البرومننت في بتاعتها. هي مينيت رايت كاست بدرجاج ورايت سايد هارت فيلير واتريال فايبريليشن. الابنورمال ويبز اربعه، ابسنت ايه، برومننت ايه، كانون ايه، برومننت دي. دول اللي انا عايزهم. اي حاجه كده ديب اكس ديب واي فكك منها، انا ممكن اشرحها للي عايزها لكن ملهاش احتجاز في اي حاجه. بص يا دي تاني ارخم حته في المعمل، لازم تكون عارف النورمال ويبز ومنها تعرف تطلع حاجه اسمها ايه؟ ابنورمال ويبز. لازم تقعد تذاكرها بالمنظر ده، تقعد تذاكرها بالشكل ده وتخلص منها النهارده للابد، عشان ما تقعدش يبقى كل شويه تقعد. احنا ان شاء الله هنطبقها براكتيكال، فلما تيجي وانت مذاكرها الدنيا غير. واحنا ليه بناخد، وانا ما ينفعش لغايه النهارده ما ينفعش شغل الراوندات، يجيب لك حاله ويقعد يشرح لك كلمتين نظري على العيان وانت مش فاهم حاجه، انت ذاكر النظري بتاعها كويس. لما تيجي تشوفها على العيان، فاكر لما قلنا كذا، فاكر كذا شوف كذا، فاكر كذا شوف كذا، هتبقى الدنيا غير جدا وهتفرق معاك قوي. بصوا بقى النيك فين الويفز بالذات من الحاجات المحيره واللي عليها خلافات كثيره. بعون الله ان شاء الله باذن الله تعالى انا هخليك من على بعد تشخصها، واخد بالك؟ من قريب بعيد كده هتعرف تعمل كومنت، ده مش مشكله يعني، الامتحان بيتظبط، بس انت لازم تكون مذاكر الكلمتين دول. النيك فين لو انت محتار فيها واحتست فيها، معاك سلاح تاني مهم جدا تلجا له، اسمه ريتروجريد دايجنوزز. يعني ايه ريتروجريد دايجنوزز؟ اقول لك اكزامبل عشان تفهم. انا دلوقتي دخلت على عيال، الكلام ده اخر السنه، عارفين اخر السنه بتاعتكم ايه؟ احنا ايه؟ زمن، واخد بالك؟ لسه بالظبط لسه بدري قوي يعني، لسه 2000 وكام؟ على اوائل 22، واخد بالك؟ ايوه على اوائل 21 اوائل 22، المهم يعني. فانت هتيجي تبقى ناسي الكلام ده، تدخل على حالك فالدكتور يقول لك كومنت اون نيك فين، انت تيجي تبص على نيك فين تقول اه انا حاجات دول في حاجه اسمها نيك فين. فانت هتبقى تحس ان انت مرتبك او محتار. بص يا دكتور ما تتبكش ولا تحتار، امسك الريديال باس او حط ايدك على الايبكس كانك بتعمل تايمنج، تعمل تايمنج مع الايبكس احسن حاجه، او حتى مع الريديال يعني مجازي. فوانت ماسك الباص لقيت نفسك مش عارف تعد اربعه او خمسه ورا بعض منتظمين، يبقى الحاله فيها ايه كده؟ هو الدكتور طالب مني كومنت اون ايه؟ ما تبصش عليه، ما تبصش عليه، ما تبصش عليك، ما تبصش عليك. مع ايه؟ مع ايه اللي فايبريليشن؟ تروح تلاقي كده العيان تقول على فكره عنده ابسنت ايه؟ برومنت ايه؟ لو مش مصدقني بقى شوف. فاهم حاجه ولا لا؟ ازاي؟ ازاي؟ انا جبتها ازاي؟ على فكره كلامك صح 100%. طب انا عايز اثبتها يا دكتور بجد، عايز اثبتها. انا بتكلم علمي بقى، انا ابص على الايه الاقي فيها اكسبانشن، في حاجه عماله تملى، حاجه عماله تملى، فنقول اللي بيملى ده اكسبانشن، حاجه من الاثنين، انتوا ضربتوا ولا ايه؟ يا ايه يا بيه؟ اعمل تايمنج، الاقي سيستوليك اكسبانشن تبقى مين؟ يبقى سيستوليك اكسبانشن ايه؟ في. عشان كده الاسم الثاني للبرومننت في سيستوليك اكسبانشن. يبقى سيستوليك اكسبانشن يعني مين اللي واضحه؟ وبصراحه دي اهم علامه بتظهر مع الايه؟ تقول لي ليه؟ مش انا قلت يا ولاد ان اصلا الاي ويف والفي والواي ممكن ما يظهروش ويظهر عندنا سيستوليك كولابس بس؟ فاهمني ولا يعني اصلا الايه ممكن ايه؟ ما بتبانش عندنا، الايه ممكن ما تظهرش اصلا، لكن لما يحصل سيستوليك اكسبانشن مين اللي ظهرت؟ وعلى فكره ده عكس النورمال، مش احنا النورمال في سيستوليك كولابس، هنا حصل سيستوليك ايه؟ يبقى البرومننت في اسمها الثاني ايه؟
يا دكتور انا اصحى بقى يا دكتور، لما تصحى يا دكتور بقى هي ما تصحى يا جدعان وانا بنايم. على فكره انا سبتها 5 دقايق والله، بقى لك اكتر من 5 دقايق انا على وعد يعني. والله عارف سايبك من امتى؟ بصراحه انا بشرح حتى الكلاس بدري حصل ولا لا؟ طب اعمل ايه تاني يعني؟ دكاتره البروميننت في هي سيستوليك اكسبانشن، يبقى البروميننت في هي مين؟ اقول لكم حاجه، يوم من الايام من 12 13 سنه مش فاكر بالظبط، كنت شغال في سنتر هنا في جيت في المانيا، ولقيت ايه طالب بيكلمني دكتور علام الحقني، انا داخل الامتحان دلوقتي والدكتوره مبهدله العيال في النجم. الطالب ده كان طالب 6 اكتوبر وكان بيمتحن في القصر العيني زمان، طالب اكتوبر كان امتحاناته كلها في القصر العيني. لقيت دلوقتي بيتكلم دكتور علام انا داخل والدكتوره مبهدله العيال في النجم ديز وانا مش فاكر اي حاجه خالص. قلت له طب انا عامل لك ايه؟ انا مكانك انا نايم. قال لي اهدى بس يا دكتور، اهدى يا دكتور اهدى بالراحه كده، ساعدني باي حاجه الله يبارك لك، ربنا يسترك حلو كده؟ قلت له طيب هي الحالة عندها ايه؟ قال لي يا دكتور ما انا عارف عندها ايه؟ قلت له طب انا هعرف منين؟ طب بص يا بص يا روح على العيانه دي، روح على العيانه وامسك الباص بتاعها. قال لي اللي في ايدك ده، قلت له ايوه اللي في ايدك ركز كده ها وعد لي الباص وركز، هو منتظم ولا غير منتظم؟ قال لي غير منتظم، انا متاكد هو غير منتظم. قلت له بس خلاص ابعد عن العيانه، ابعد خالص، اكتب اللي اقول لك عليه. There is congested pulsating ring pain with absent A. Prominent V بين قوسين systolic expansion. قلت له بص يا ابني ما تغيرش اقسم بالله ما بسرح فيك والله العظيم ما بسرح فيك. قلت له يا ابني ما تغيرش اقوالك تحت اي ضغط من الضغوط. اوعى تغير اقوالك. حلو كده؟ طبعا وسلمته وقفلت السكه ورحت اكمل شغل. تلت ساعه نص ساعه بالكثير لقيته فاتح عليا الباب. دكتور علام انا جبت الفول مارك. قلت له يخرب بيتك ازاي؟ احكي لي ايه اللي حصل؟ قال لي الدكتوره دخلت عليا وانا واقف على عيني، قالت لي اتنين، قول لي كومنت عنيك بين الدكاترة. راح قال لها زير از كونجستد بالسيتنج ان يور ايه؟ كويس واحد نقطة اهو. أما قال لها ويز ابس ده ثقة يعني ويز ابس ان ايه؟ برومننت في سيتونيك اكسبانشن. انت شاطر يا ابني وانت حضرت المحاضرة بتاعتك؟ قال لها حضرت كل المحاضرات. والله العظيم وراح مرت الكومنت. فاهمين حاجة؟ الولد ده صاب الطب خالص واشتغل مذيع دلوقتي. هو نجح يعني انتوا هو اللي نجح سميته ولا انتوا فشلتوا هو اللي نجح هو ايه الشاهد من الموضوع ده؟ هي ده قومي في الامتحان مش هرد عليك ده ايه الشاهد والله؟ ممكن وانا قلبت ازاي؟ يبقى بما انه هو عنده كذا يبقى نكتب فيها كذا، فهمتني يا دكتور ولا لا؟ دكتور انت تابع للفبركه وده مش علم. والله العظيم انا لا ادعو، انا بحب العلم جدا. ولا ادعو للفبركه بالمره، لكن معاك سلاح في جيبك. ممكن ينفع، هو ايه المشكله انك تبص وتلاقي فيه اكس عشان تعمل له تايمنج يطلع سيستوليك وتقول كمان هو عنده افه الكلام ماشي مع بعض، ما حصلتش قبل كده. لانك تلاقي حاجتين ماشيين مع بعض، حاجتين ماشيين في نفس الاتجاه. انا مروح رايح بيتنا وفي واحد جارنا ماشي قدامي، انا رايح بيتنا وفي واحد جارنا سايق العربيه وماشي قدامي، فانا عارف طريق بيتنا وفي نفس الوقت انا متاكد ان انا ماشي وراه اللي هو نفس الحاجه، انا اخدت حاجتين. فهمتوا حاجه يا ولاد ولا لا؟ يبقى انت بتمشي الطريق الصح وكمان ايه؟ ايوه الريترو جريد دايجنوز مش هيخسر في حاجه، ايه المشكله ان هم يمشوا مع بعض؟ وصلت لبلاد الفكره ولا لا؟ علشان كده لو اتزنقت في النيك بين يجوز انك تلجا لحاجه اسمها بس ما تصرحش بيها. مش عايز اتداول يا دكتوره بما ان هو عنده ايه هيبقى عنده ابسنت ايه وبرومنت ايه دي شالوه بره ولا ايه فاهمين حاجه ولا لا انا بكلم نفسي على يعني ايه طيب انا بقولها في نفسي مش بصرحها للدكتور طبعا انا بقول ده بيتعمل العكس تماما فاتو ده عنده ايه اف ريجولار باس والله اقسم بالله بتحصل لا ريجولار باس يعني ايه ما انا قلت الفرمان اي ريجولار باس ايه كومنت يا ابني عن ايه هو لسه قال ان في اف There is prominent A. أنا مش هتعرف. هو إيه إف؟ وبرومننت إيه وي؟ فهمتوا المصيبة تيجي منين يا ولاد؟ مش تركيز. مش تركيز. هي الحالة واحدة يا ولاد. هو البلس هو النيك فين. هي نفس الحاجة. الحالة ماشية مع بعضها. اللي عمل الريجولار بلس عامل بلاوي في النيك فين. زهقت ولا لسه؟ أنا زهقت. خلصت الحتة دي ولا لسه؟ طيب.
البريشر اوف نيك فين؟ البريشر اوف نيك فين؟ هناخد مصطلحين عايزك تخلص منهم دلوقتي. المصطلح الاول اسمه جي في في جاجولار فينوس بريشر، والمصطلح الثاني اسمه سي في في سنترال فينوس بريشر. عندنا ايكويشن معادله بتقول انا سي في في ايكوال 5 سنتيمتر فيكس ثابتين بلس جي في في. ايه الكلام ده اللي احنا مش فاهمينه ده؟ جاكولار فينوس بريشر لما احط عليه 5 سم يبقى اسمه سنترال فينوس بريشر. جاكولار فينوس بريشر يعني طول العمود في الجاكولار فين. سنترال فينوس بريشر يعني طول العمود فوق الرايت اتريا. مش فاهمين اي حاجه. هنجيب العين في زاويه 45 درجه. حلو كده؟ وانا جايب مسطره مدرجه الزيرو يبقى تحت وال20 لفوق وحطها على الاسترنال انجل. انا هنا في الاسترنال انجل انا فوق الرايت اتريا بس ببعد عنه 5 سم. انا لما احط المسطره هنا انا فوق مين؟ بس بيني وبينه قد ايه؟ حلو، دي الحاجه الاولى. وابص على الرقبه الاقي فيه سترنوماسويد وفيه نيك فين؟ اشوف اخرها فين؟ اخر عمود اخر عمود اخر العمود فين؟ هنا مثلا. اروح موصل المسطره دي ومسطره ثانيه هنا. واشوف الارتفاع اللي طلع ده قد ايه؟ ده اسمه جاجولار فينوس بريشر، ما تنحوش. العين نايم في 45. فانا هنعمل الكلام ده براكتيكال يعني، العين نايم في 45 درجه. فانا حطيت هاي المسطره عموديه على مين؟ على انجل اوف ليفت. حلو كده؟ واشوف اخر حته فيها دم فين؟ اعلى حته فيها دم اهي. اروح موصلها دي بمسطره ثانيه واحسب الارتفاع الحته دي قد ايه؟ اشوفها كام؟ الارتفاع ده اسمه جاجولار فينوس بريشر. نورمالي لا يتعدى ال 2 سم. يعني الجي في بي الطبيعي قد ايه؟ ها؟ الجي في بي الطبيعي اقل من ايه؟ من 2 سم. سنتيمتر ووتر، اصل هو دم بلازما مليانه ميه فيقولوا عليها سنتيمتر ووتر. السي بي بي بقى البريشر جوه السنتر اوف رايت اتريوم، بما ان في الزاويه ال 45 درجه الاسترنال انجل ورايت اتريوم بينهم 5 سم، الرقم اللي يطلع جي في بي احط عليه 5 يبقى اسمه ايه؟ ومن هذا المنطلق نورمال سنترال فينوس بريشر اقل من 7 سنتيمتر ووتر. خلصت ولا لا؟ اللي مش فاهم مش مهم. اللي مش فاهم مش عايزها دلوقتي. ليه؟ هناخدها ان شاء الله تفصيلا، بس عايز اقول لكم حاجه. لو انت قلت في الكومنت بتاعك زيرس كونجستد نيك فين، لازم السي بي بي اكتر من كام؟ من 7. مش انت قلت كونجستد؟ يعني كونجستد يعني البريشر فيها ايه؟ طيب خلاص، يبقى نتفق على حاجه. لو كان البريشر في النيك فين عالي هتظهر كونجستد. يبقى كونجستد نيك فين يعني البريشر جواها، وهذا الكونجيشن في النيك فين على نوعين. ده سؤال مشهور. causes of congested neck vein. شاطرة، يا إما congested pulsating يا إما congested non pulsating. يا إما congested و pulsating يا إما congested. تعالوا نقف وقفة ونشوف. دي النيك فين. البلسيشن دي أولاد هي الويفز. هي الويفز بنسميها إيه تاني؟ بلسيشنز. ها يبقى دي النيك فين وفي بلسيشنز. السؤال ليكم، هي البلسيشن بتيجي منين؟ من القلب. هو البلسيشن بتجي لها منين؟ مش كونتراكشن ريلاكسيشن في ناس مش كله جاي من القلب؟ عن طريق مين؟ سوبيريور فينا كابا. اسمع الفرمان، لو كانت السوبيريور فينا كابا، لو كان السوبيريور فينا كابا في كومبليت اوبستراكشن، كومبليت سوبيريور فينا كابا اوبستراكشن، المكان ده مقفول تماما، هل الدم عارف يدخل؟ اصبحت النيك فين كونجستد ولا لا؟ وكمان ضغط لي على الجدار مفيش ويف عارفه تعدي يبقى اسمها كونجستد نون. يبقى السبب اللي هيعمل كونجستد نون بالسيتنج لازم تقول كلمه. انا ما قلتش سوبير فينا كابا اوبستراكشن، قلت ايه؟ كومبليت. لازم كلمه كومبليت سوبير فينا كابا اوبستراكشن. تقول لي ماشي، ايه يا دكتور اللي هيعمل كومبليت سوبير فينا كابا اوبستراكشن؟ في ثروفس او امبلس افلان تماما. او مثلا المنطقه دي اسمها ميدياستاينا ما نعرفها. لو في لنف نود كبيره او ماس هنا راح الضغطه كده. او انتوا عارفين حوالين القلب هنا يا ولاد في حاجه اسمها بريكارديوم. بريكارديوم محاوط القلب كده، مرات يجمع كده فيه فلويد. هاي يبقى اسمه بريكارديال افيوجن او حتى فايبروزس، يبقى كونستريكت بريكارديتس. لو كان الافيوجن ده جامد قوي جامد قوي بيضغط لي على الاوستيوم بتاع السوبير فينا كابا ده يقفله، ولو عمل فيه كومبليت اوبستراكشن تبقى كونجستد ونان. يعني في ناس اللي عندها بريكارديال افيوجن عندها كونجستد نون بالسيتنج، وناس ثانيه عندها كونجستد بالسيتنج، ايه الفرق؟ لو كان عامل كومبليت اوبستراكشن يبقى نون بالسيتنج. فهمتوني ولا لا؟ يبقى ما اسباب الكونجستد نيك فين؟ لازم تتكلم كده تقول ايه؟ بالسيتنج ونون بالسيتنج. لازم يسالك ما اسباب الكونجستد نون بالسيتنج، بتقولها ازاي؟ ولا ازاي؟
كونفيوجن كابل اوبستراكشن زي ثرومبوزس زي امبوليزم زي سيفير بيريكارديال انفيوجن زي ميجاستينيتس. كونجستد بالسيفير يعني حاجه رفع البريشر بس الطريق ده ايه؟ مفتوح شويه. اهم كلمه نقولها مع الكونجستد بالسيتنج اذا بدات نشاط الرئتين، اهم كلمه رايت سايد هارت فيلر. حد يشرحها لنا؟ ايه بقى؟ يعني الرايت بندرك الفاشل مش عارف يقول لك ده واقف يبقى دي كلمه والطريق مفتوح ولا لا؟ مفتوح. بالسيتنج ولا لا؟ حتى فيها برومننت دي ما بتبصش منها. فهمتوني ولا لا؟ ترايكاز بدرجاش حد يشرحها لنا؟ صح ولا لا؟ ركز بالسكيروز. سامعك الطريق مفتوح ولا لا؟ هو الفكره ان الطريق مفتوح. في حاجه رفعت البريشر. انفيزيما. افهم شيرو مثلا يا ولاد انفيزيما يعني الالفيولاي مليانه هواء فالانتراس راس البريشر عامل ايه؟ هو لما يكون البريشر جوه عالي هل الدم عادي يجي من بره؟ هتبقى نيجن كونجستد ولا لا؟ طب بسيتنج ولا لا؟ ما هو الطريق مفتوح بسيتنج. بص طالما الطريق مفتوح بسيتنج مفيش حاجه قفلتهم. احنا قلنا سبب واحد كومبليت اوبستراكشن. تنسى اسايتس واشرحه بقى وفوقه معايا. تنسى اسايتس مش عارفين اسايتس؟ كبير هترفع الدم لفوق تزود الانترس راس البريشر الدم قاعد بره مش عارف يدخل تبقى كونجستد هايبر بوليميا. واحد كان في سيف وشرب ميه كتير جسمه اتنفخ. او واحد يا ولاد على انامه محاليل كتير قوي لغايه لما كله اتنفخ من ضمن الحاجات اللي اتنفخت مين؟ النيك بين بقت كونجستد وبصيت هايبر بوليميا مع الاسترينج يا دكاتره. مع واحد بيكح واحد عمال يتخانق. بص وانت بتتخانق وعملت زعق وبتاع وكده مزود الانترس راس البريشر هتلاقي النيك بين بتاعتك هنا ايه؟ ها كونجستد وبسيط مش اقول لك وانتفخت اوداجه من الضغط. دي باللغه العربيه اسمها اوداج. واسمه الثاني حب الوريد. انت عارف يا دكتور في رسم الكاريكاتير لما يرسم واحد غضبان يخلي رقبته كبيره كده منفوخه ما هو ده بتاع الغضب. ها بيتنفخ مع الاسترينج كريستيانو رونالدو لما بيسجل ها ويعمل الحركه بتاعته ها هو بيزود الانترس راس البريشر هتلاقي نيك مش عارفين كريستيانو رونالدو بيزود الانترس راس البريشر فتلاقي النجم بتاعته مالها كونجستد وبالسيتي. يعني عندي قائمه طويله عريضه لو عندي بارشال سوبيريور جنا كابل كونجستد وبالسيتي. يبقى الفكره كلها نون بالسيتنج كومبليت سوبيريور جنا كابل في ملحوظه رائعه بتقول ايه؟ Any severe congestion appears as congested non-pulsating in the brain. Any severe congestion appears يعني يبدو أو يظهر وكأنه non-pulsating in the brain. واحد عنده severe right sided heart failure. يعني الدم مالي المكان ده تماما ومالي هنا تماما ومالي هنا تماما وعامل distinction جامد جدا لدرجة إن مفيش فراغ تعدي فيه البلسيشن. فهذه الحالة النيك بين يبقى إيه؟ congested ونون بالسيتنج. هو بس هو في الحقيقه ايه؟ بس مش عارفه تظهر من كتر الايه يا ولاد؟ ها كونجيشن الرهيب. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان اظهر الايه؟ شكرا اقعده هو نايم اقعده وقفه اديله حقنتين دايريتكس ينزل شويه فلويد فتبدا البلسيشن ايه؟ يبقى لو عندي سيفير كونجيشن ويظهر وكانه اخر حاجه علاقه النيك بين بالريسبيريشن. نورمالي مع الانسبيريشن تفضي. لو مع الانسبيريشن ما فضيتش في مشكله. لو مع الانسبيريشن اتملت في مشكله. لو مع الاكسبيريشن اتملت في مشكله. عندي اربع كلمات اولهم نورمال. لو حصل انسبيراتوري امتنج دي نورمال فايند. واحد جاني عنده كونجستد جدا. فانا قلت له خد نفس جامد قوي. هو بياخد نفس كده قوي. شفت جوه شويه ليه؟ مش هو بياخد نفس؟ يعني بيزود النيجاتيف بريشر يروح ايه؟ وده منطقي ولا يعني نورمال النيك فين؟ لو واحد جالك واحد عنده مثلا كونجستد نيك فين وانت قلت له خد نفس جامد يعمل ايه؟ هتفضي شويه. يبقى نورمال في انسبيراتوري امتنج هتفضي.
طب السؤال ليك، ما انت فاهم يا دكتور، ها الدم هيدخل كده فهصدي. افرض الدكتور خد نفس مفيش اي تغير حصل. ايوه بقى عندي هنا ايه؟ اوبستراكشن او سيفير رايت سايد هارت فيجر كونجيشن، فالدم مش عارف يدخل، الدنيا هنا زحمه. سقف الاثنين دول سهلين عشان في مصيبه جايه. خلصنا من دول، يبقى هي نورمالي مع الانسبيريشن. طب مع الانسبيريشن ما غيرتش، يبقى انا عندي اوبستراكشن سيفير كونجيشن مع الانسبيريشن مالت. الانسبيراتوري فيلنج، الله، الانسبيراتوري فيلنج ده عكس النورمال، دي اسمها كوزمولز ساين. اسمها ايه؟ غير الكوزمول بريزنج، ده حاجه ثانيه اسمها كوزمولز ساين. قال ايه كوزمول ده؟ قال لو حد عنده بريكارديال ديزيز، بريكارديال ديفوجنال كونستريكت بريكارديتس، وقلنا له خد نفس، هو النفس يا ولاد بيعمل ايه في اللنج؟ بيكبرها ولا يصغرها؟ خلاص هو عنده بريكارديال ديزيز واللنج عمل لها، خدنا نفس فحصل لها اكسبانشن، راحت اللنج ضغط على البريكارديوم، راح ضغط على الاتريوم، راح مراجع شويه دم. شغل فيزياء طبعا، انتوا ادبي مش عارفين الكلام ده. اللنج كبرت، ضغط على البريكارديوم، راح ضغط على الرايت اتريوم، اصلا هو ضعيف، راح مخرج شويه دم فين؟ يا ولاد عايز اقول لكم حاجه بس، طب ما طبيعي، ما احنا كل ما ناخد نفس ما اللنج بتكبر، بس ما فيش حاجه ضغط على الرايت اتريوم. يعني الشاهد هنا ان في حاجه عامله كومبريشن على مين؟ لور بريكارديال ديزيز. يبقى الكوزمول ساين يعني ايه؟ انسبيراتوري فيلينج اوف نيك فين، بتحصل مع مين؟ مع البريكارديال ديزيز. ايه الميكانيزم؟ ديورنج الانسبيريشن اللنج حصل لها اكسبانشن، عملت كومبريشن على، ولما حصل هذا الكومبريشن راح مراجع شويه دم كانوا في الجدول دي. حاسين حاجه؟ يعني ايه نورمالي مع الانسبيريشن يحصل ايه؟ مع الانسبيريشن يحصل ايه؟ وده نورمال ما فضلش. يبقى اوبستراكشن از ميل كونديشن اتمنت كوزمول ساين يعني بريكارديال ديزيز. طب هي نورمالي مع الانسبيريشن يعني هي طبيعي جدا مع الانسبيريشن، يا ولاد انها بتفضي شويه. طب مع الاكسبيريشن هي بتملى بس مش بيبان، يعني الملايين بتاعها عشان هو حاجه بسيطه مش بيبان. لو ظهر الفيلنج اثناء الاكسبيريشن يبقى الحاله فيها انفيزيما. بص يا ولاد، كلنا نورمالي واحنا بناخد نفس بنوسع الاير واي، واحنا بنخرج نفس بنضيق الاير واي، بس الدنيا ماشيه. الاير واي بتاعك كبير، دخل هواء خرج هواء، تلاقي الانسبيريشن طويل اكسبيريشن صغير. لو حد عنده ناروينج في الاير واي سي او بي زي او برونكيال ازمه بيعمل له انفيزيما، يعني مع الانسبيريشن بيوسع الاير واي، مع الاكسبيريشن بيضيق الاير واي اللي هو اساسا بياخد وقت كتير. يعني بص اللي عنده سي او بي دي بياخد نفس ازاي؟ العذاب كله امتى؟ يعني مشكله السيفير برونكيال ازمه سي او بي دي بيورج ايه؟ فلما بيجي يخرج يا ولاد نفس بيعمل ازاي؟ هياخد وقت كتير قوي. الوقت الكتير ده هو بيحزق عشان يحاول ان هو يخرج هواء، بيعمل ستريننج صح. فالنيك بنت بعملها، يبقى اللي عنده انفيزيما يحصل له اكسبيراتوري فيلنج، وده بيحصل مع حالات الانفيزيما. اللي مش فاهمها مش مشكله، لسه هنشوفها وهنعملها تاني، لكن يهمني مع الانسبيريشن تفضي، ما فضيتش يا اوبستراكشن يا سيفير كونجيشن، مع الانسبيريشن حصل فيلنج كوزمو ساين بريكارديال ديزيز، مع الاكسبيريشن حصل فيلنج يبقى سي او بي دي او سيفير ازمه. قلت له كوتو لماذا ندرس النيك بين؟ هما 3 مينتس ونمشي، لماذا ندرس النيك بين؟ بس بتحبوا الانترنال ولا الاكسترنال؟ لانه وايرلس مقابل كيرس مين فاشل اوف نيك وبلاتينما مصر. هو انتوا بتشوفوا الانترنال جبر حقيقة؟ لا انا بشوف الافكت ويتنج اسينكرونايز وذ هارت بيت تشينجد باي بوزيشن طيب ايه هي النورمال ويز اوف نيك بينز؟ اي واي، ودي حاجه اسمها سي. اخلصوني من السي، يعني ايه سي؟ المفروض البوزيشن لما تريكاست البولجنج ديورنج اكلوجن ان ذا بيجننج اوف ذا ستور. الاي ويز يعني ايه؟ لا بوم ما بتتكلموش ليه؟ ها الاي ويز سيستوليك ولا دايستوليك؟ اكسبانشن ولا كولابس؟ اكسبانشن ولا كولابس؟ اكسبانشن. الاكس ويف يعني ايه؟ اكسبانشن ولا كولابس؟ سيستوليك ولا دايستوليك؟ البي ويف يعني ايه؟ اكسبانشن ولا كولابس؟
اكسبانشن ولا كولابس؟ اكسبانشن. اكسبانشن والتايمنج بتاعها؟ سيستوليك. والواي ويف يعني ايه؟ امتنج. امتنج والتايمنج بتاعها؟ سيستوليك. واكسبانشن ولا كولابس؟ كولابس. لو جالك واحد عنده اكسبانشن في النيك بين ايه الاحتمالات؟ يا ايه؟ يا دي. هنفرق بينهم عن طريق لو كان سيستوليك دي ولو كان دايستوليك ايه؟ لو جات النيك بين بتكولابس تدخل لجوه عندي احتمالين اكس يا واي هفرق بينهم عن طريق لو كان سيستوليك كولابس اكس ودي نورمال فايندنج لو كان دايستوليك كولابس تبقى واي. الاي ويف لو كانت ابسنت يعني نو اتريال كونتراكشن وبيحصل بس لو كانت جاينت او برومينت يعني الاتريال كونتراكشن قوي بيضرب اجينست ريزيستنس زي لو حصل ان الاتريا والفنتري تضربوا مع بعض والاتريا عمل كونتراكشن والصمام مقفول هيعمل كده بتحصل مع ثلاث امراض سيرف هارت لوك والتريجر تاكي كارديا ونودر البروميننت في الفي كبيره لو كان الدم بيرجع بريكاندر ريجر او دم قاعد اي اف او رايت سايد هارت فيلر البروميننت في اسمها الثاني سيستوليك اكسبانشن. ايه بيعمل حاجتين في النيك بين؟ لو جاي حد عنده كونجست نيك بين ايه الاحتمالات؟ كونجست بالسيتي او نون بالسيتي؟ نون بالسيتي كومبليت سوبر كابلو فيرست بالسيتي قائمه طويله على اشهرهم رايت سايد هارت فيلير. علاقه النيك بين بالريسبيريشن نورمالي ديورنج الريسبيريشن لو ما اتغيرتش لو ريستراكشن لو اتملت بوزبول ساين يعني الاسبيراتوري كان اللي بيحصل معاه بريكارديا ديزيز مع الاكسبيريشن حصل تاني يبقى انا عندي سيروبيسي. لو نجدين ذاكرت النهارده هتاخد نص ساعه لو تاجلت الاسبوع اللي جاي هتضطر تسمعها تاني وطول ما مش فاهم اي حاجه ماشي الحال فتذاكر ونخلص منها للابد. نشكرك.